كان لها دور كبير جدا. كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73. شاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن المشاة الميكانيكي بمشاركة 2115 جندي و 812 صف ضابط و 192 ضابطا جزائريا. أمدت الجزائر مصر ب 96 دبابة و 32 آلية مجنزرة و 12 مدفع ميدان و 16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 مهمة جدا وسوخوي 7. ستحدثنا عن ذلك. الأهم من ذلك ديفيد ألي عازر رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أقلته جولدا مائير بسبب القصور أو تهمة القصور يقول معترفا: إن ما حدث لقواتنا في ميدان الأدبية كان نتيجة كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور، هو الذي يقول رئيس الأركان، أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ فخسرنا في يوم واحد 900 شخص جندي وضابط من أفضل رجالنا وفقدنا 172 دبابة. يبدو ما كان يعرف شارون الجزائريين ونضالهم وقوتهم، ويجب أن ننصفها في هذه الحلقة لكي لا نقول فقط الجيش المصري. لا 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 لا. مثلا المؤرخ والكاتب الإسرائيلي شفتاي تيبت، أمل أن أكون قد لفظت الاسم بشكل صحيح، الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لأنه كشف عما يعتبره جبن أريال شارون خصوصا في المعركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية، يقول: لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل، وكان شارون يصرح: أريد أن ترتج السماء والأرض، وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران، وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حق الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حد وصوب، وقعنا في فخ الجيش الجزائري، شلت أيدينا وعقولنا ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. الجيوش العربية سيادة اللواء كان لها دور كبير فعلا. ما بعد 67 مباشرة القوات الجوية تكاد تكون اتضربت أغلبها أو 90% منها، وكنا محتاجين طيارات على وجه السرعة. الجزائر أمدتنا باثنين لواء جزائري، طيارات جزائري اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد حرب 67 ب 34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مذكورة بالعز كان هو قائد القوات الجويه، انسحبت القوات الاسرائيليه حتى خط العريش، لكن ما كانش عندنا القوات البريه التي تملأ هذا الفراغ في سيناء. انا اؤكد لك سياده اللواء، لو حصلت حرب غدا الجزائري لم يتغير، سيساند. ايوه طبعا.